يعرف اين يقف او يتمركز، وهذه من السلبيات بهجه. كره اللعب ناحيه الى يمين، ماجد عبد الله بيحاول يعدي وخطر داخل منطقه الجزاء، خطره ويعدي ويحاول ماجد ويكملها من تسجيل الهدف الثالث للنصر من كرة مفاجئة جدا ومباغتة للهلاليين. شوف الإعادة، شوف ماجد موه بالضبط بالضبط، هذه كرات ماجد وهذه كرات ماجد، ورغم التغطية من المينع لكن عدى الكرة. شوف عدى مسلومي ووصل معاه المينع وغطى معاه سيرجيو، ولكن لعبها والمينع اعتقد فيه ورجعت. كرة جميلة جدا جميلة جدا، الكرة أهداف دائما، وبالتالي لا يهم من يضغط، المهم من يسجل. هذه كرة قدم، نعم للكرة حلاوة، بالتالي ما سجل ماجد عبد الله سواء من الهدف اللي سجله في الشوط الأول، وهذه الإعادة شوف مهارات، مجهود فردي رغم التغطية عليه، وهذا ماجد عبد الله الأسمراني اللي استطاع أن يسجل هدف.